دخل عطاء بن أبي رباح على عبد الملك وهو جالس على سريره وحواليه الأشراف من كل بطن، وذلك بمكة في وقت حجه في خلافته. فلما بصر به قام إليه وأجلسه معه على السرير وقعد بين يديه وقال له: يا أبا محمد سل حاجتك. قال: يا أمير المؤمنين، اتق الله في حرم الله ورسوله، فتعاهده بالعمارة، واتق الله في أولاد المهاجرين والأنصار، فإنك بهم جلست هذا المجلس، واتق الله في أهل الثغور، فإنهم حصن المسلمين، وتفقد أمور المسلمين، فإنك وحدك المسؤول عنهم، واتق الله في من على بابك ولا تغلق دونهم بابك. فقال له: أفعل. ثم نهض فقبض على يده عبد الملك وقال له: يا أبا محمد، إنما سألتنا حوائج غيرك وقد قضيناها، فما حاجتك؟ فقال: ما لي إلى مخلوق حاجة. ثم خرج. فقال عبد الملك: هذا وأبيك الشرف، هذا وأبيك السؤدد.